أنا في تقديري كان الحل الذي هو متبناه أنه يقيد البرنامج النووي الإيراني في أن يكون سلميا تحت مظلة منظمة الطاقة الذرية، أن يكون هناك برنامجا إلى المملكة العربية السعودية ويتحقق التوازن مع ضمانات لا يكون يعني على المستوى العسكري حتى يثير قلق إسرائيل، ثم يقيد برنامج الصواريخ والبرنامج الطائرات المسيرة لتحقيق هذا التوازن، لأنه كان يكون هناك خلل في الخطاب وفي التصعيد. المرحلة القادمة في تقديري ستقبل إيران بهذه المعادلة تأسيسا على الانحسار الذي أصاب أذرعها، بقدر تعلق الأمر في العراق. العراق لابد أن، هذا ما تراه الولايات المتحدة، لابد أن ينتزع من التأثير الإيراني، وقد يقبل نفوذ لحلفاء إيران ولكنه ضمن الاشتراطات الأمريكية كدور سياسي فاعل، كما سيقبل دور لحزب الله في قادم الأيام كفاعل ومؤثر سياسي بعيدا عن السلاح. أن انزعوا سلاحكم كما يحصل بالنسبة للفصائل، حصر السلاح بيد الدولة، نعم ويلعبون في الميدان أو في المجال السياسي من أجل إيجاد توازن داخلي. لكن المعادلة تشير إلى أن المرحلة القادمة أن العراق سيصبح بشكل أو بآخر حاسما لأمره في قضية أن العراق حليفا استراتيجيا إلى الولايات المتحدة، طيب وأنه مسألة التشكيك ومسألة مغادرة الولايات المتحدة واستبدالها بالصين ما عادت صيغة مقبولة من قبل الإرادة الدولية، لا سيما في ظل كما قلت الطرف الضامن الولايات المتحدة حينما لعبت هذا الدور في لبنان، وهي ليست حليفا استراتيجيا إلى لبنان، وهي التي عززت وهي التي تدير التفاوض وتقيد إسرائيل في نشاطاتها، فمن باب أولى أن تكون فاعلة ومؤثرة في بلد يوصف أنها عراب مشروعه السياسي في التغيير، وفي ذات الوقت هي ترتبط معه باتفاقية إطار استراتيجي واتفاقية أمنية، وكل المعطيات تشير إلى أن إيران ستقبل بالأدوار القادمة وستنسق على هذا الأساس، إدراكا منها أن الانحسار الذي حصل لحلفائها يجعلها تقبل بخيار بقاء الأذرع سياسيا دون أن تحرقها بشكل كامل. طيب وأنا على يقين أن المرحلة القادمة سيستطيع السيد السوداني بالتفويض الذي منح له من إيران في تقييد الفصائل بشكل أو بآخر، لا سيما بعد اللقاء الذي جرى بين مستشار الأمن الوطني القومي الأمن القومي السيد قاسم العرجي. العرجي مع السفيرة الأمريكية. طيب وبالمناسبة راح تجي السفيرة الأمريكية القادمة ضمن برنامج ترامب، يعني التي ستغادر هي ستحمل برنامج الديمقراطيين، وبالمناسبة الديمقراطيين بشكل أو بآخر قريبين إلى الإسلام السياسي. ستأتي سفيرة لا تؤمن بنظرية الإسلام السياسي بالمطلق شرق أوسطيا، تماما فضلا عن كونه في العراق فاعل ومؤثر. أنا أشكرك دكتور فهذه متغير شديد.